برنامج صدى الجماهير تسجيل هاي الحلقة أكيد لمباراة لجماهير الوحدات وجبيها. التقينا مع المهندس الدكتور بشار حوامدي رئيس نادي الوحدات اللي أكيد آخر شيء كان له لقاء مع اللجنة المؤقتة المسؤولة عن إدارة اتحاد كرة السلة. كان هناك اجتماع. بداية راح نحكي له طبعا الحمد لله على السلامة. الحمد لله على السلامة. الله يعطيك الصحة والعافية. الله يبارك فيك. ما شاء الله منور ولابس أحمر والأحمر هيك عاكس على الوجه. حبيبي الله يبارك في عمرك. تسلم. حياك. طمنا عن صحتك قبل. لا أمور الحمد لله جيدة. ما تستد نيجاتيف امبارح والأمور الحمد لله. أنا قاعد جنبك. والله أنت عزيز. أنت غالي علي. الله يخليك يا رب. تسلم. جماهير الوحدات اليوم أثناء تجوالنا مع في المدرج طبعا في الصالة جماهير قليلة بصراحة. والجميع بيحكي لك أنه يعني ياريت أنه الجماهير تعود. فاكهة كرة السلة هي فاكهة كل الرياضات لا مخص بكرة السلة لأنه غطينا أكثر من مباراة. كنا نشاهد يعني الموسم الماضي 4000 مشجع للوحدات. حتى مباراة الأهلي والوحدات اللي صار فيها إشكالية كان الوحدات كمان ممتلئة هذه الصالة. فالجمهور بيحكي لك يا ريت انه الجمهور يعود. يعني بيكفي لانه هذا الفريق اللي عم بيلعب بيحتاج كمان جمهور مشجعين. والله يعني بتعرف المقاطعه يعني ان شاء الله المباراه القادمه او اللي بعدها يكون في حلول. اليوم كانت الجلسه ايجابيه للامانه مع اللجنه المؤقته لاتحاد كره السله. وعد يكون كمان في حلول للجماهير. تعرف احنا في جزئين، جزء يتعلق في الاتحاد فيما يتعلق بالادوات اللي ممكن تدخل للتشجيع والتيفوهات اللي دائما جماهيرنا مشهورين فيها بتجمل المنظر العام. وهذا صراحه انا مستغرب اصلا الاتحاد ليش يدخل بهيك مواضيع. المفروض هاي الشغلات طبيعيه وسهله اذا كانت الكلمات الموجوده على هاي التيفوهات لا يعني ضمن العادات والتقاليد وما فيها اي اساءه لاي شخص ولا فيها شيء سياسي او عرقي او ديني. بينما الجزء الاخر العلاقه في الامن وطريقه التفتيش ومعامله الجماهير ان شاء الله راح يكون في جلسه قريبه مع اصحاب القرار في الامن العام حتى نخفف على هاي الجماهير اللي هي فعلا هي الفاكهه اليوم. هذا الفريق بيستحق يكون الجماهير موجوده ومبسوطه وتفرح بهذا الفوز. الفاكهه دكتور بالمقابل كذلك انه يعني ما دام الاتحاد او اي اتحاد رياضه محتاج فلوس لانه هي يعتبر اصبحت سلعه. اي رياضه هي سلعه. انت هلا تسويقك لهي السلعه لما عندك هالكم الهائل من الجماهير هاي بتقدر تستثمرها وتجيب ايراد فيدباك للاتحاد. صحيح صحيح. دائما حتى يعني احنا مثلا كره القدم جزء رئيسي من دخل النادي من الجماهير. وحتى السله المفروض للاتحاد قبل الانديه يعني المفروض الاتحاد يكون يسهل على هاي الجماهير دخولها وبالعكس يشجعها تيجي ولازم يكون في سحب لجوائز وخليها متحمسه دائما. لكن للاسف احيانا بصير في شغلات عكسيه. وللامانه الاتحاد كان متفهم موضوع الجماهير وان شاء الله تنحل مشكله الجماهير مع طرق التفتيش والاخره. الجزء الثاني كان علاقه بالحكام اللي هم الاساس بالمشكله الرئيسيه بين الوحدات والفرق الاخرى. وبرضه كان في يعني نوعا ما تعهد بالمتابعه اكبر للحكام، مراقبه اكثر، الرجوع لل عندنا فار بالضبط. يعني الفار يعني هو نص فار يعني هو كمان تلفزيون بيسجل ولا يعني مش فار كامل. لكن على الاقل في شيء ترجع له للمرجعيه وهي بصراحه لازم المرجعيه تكون هي الضمير الداخلي للحكم ولا الاتحاد اللي يقدر يطلع على الموضوع بشكل ايجابي. اي فاول بشك فيه برجع يعني صحيح كلام سليم. وبالعكس يعني الاتحاد ابدا نوع من التجاوب اليوم وكان ايجابي للامانه في هاي الجلسه. ومشان هيك صارت في يعني نوع من انه لازم نرجع نلعب ونكمل. وفي الاخير هاي مصلحه السله الاردنيه والوحدات. اليوم لازم احنا كلنا نعترف انه اصبح في هناك قطب جديد. يعني طول ما احنا الوحدات بعيدين على الاتحاد السله. انا اليوم اعطيك مثال بسيط. انا اليوم اول مره بعرف الاتحاد السله موجود في هاي الصاله. يعني انا اليوم اخذت بطل دوري قبل سنه وبعرف شو مقر الاتحاد كلوكيشن كموقع كلوكيشن ولا عمري زرته. يعني كانت اول زياره اليوم. فتخيل طبيعه العلاقه. المفروض تكون علاقه احسن من هيك افضل من هيك. يعني انا حكيت بالموضوع الايراد لكن انا للاسف تفاجات انه في قرارات احنا بنورثها من الادارات السابقه. يعني الاداره المؤقته السابقه في نادي الوحدات هي من يعني اقترحت هذا الريع وهي من وقعت عليه. فبالتالي يعني انك ترجع تغير مره اخرى الموضوع مش سهل. فجماهيرنا لازم تعرف انه الريع تم الموافق عليه من قبل الوحدات. لكن ما بالمرات القادمه يعني ان شاء الله في الدور الجاي بيكون في حديث مختلف تماما عن الريع عن التعليمات العمل مع الجماهير. احنا جينا تنساش انه احنا هذا الفريق اصلا 90% من القوام تبعه كان مؤسس حتى من الاداره السابقه. ف
فبالتالي بنحاول نعالج كل المشاكل ونحاول قدر المستطاع نمشي بهذا الموضوع. انا بس اكاد اجزم اليوم وانا بشوف هذا الفريق اللي عم بيلعب بالوحدات انه هذا بطل دوري، يعني هذا بطل غير متوج، ان شاء الله يضل يعني شادد بنفس الطريقة، وإن شاء الله ترجع الجماهير، لأنه الجماهير والإدارة والمنظومة خلف هذا الفريق حتى نقدر فعلا نخليه على منصات التتويج إن شاء الله. يعني أنا بضيف لكلامك أنه كمان برنامجنا برنامج صدى الجماهير، بده جماهير بصير صدى لحاله